حاجه نخلي جراوند، بالاضافه الى هذاك ايضا بيكون جراوند هنا، واير هنا ونوصل. اوبس عفوا لحظه، قص اي سي اي بس خلاص. اذا تلخبطت في حاجه تقدر تقص اي سي اي وبعدين تقدر تسوي باك. اوكي، في حاجه انا عم بسويها، شيل هذا الواير، حط واير من هنا، هذه الطريقة بس حق لا يصير عندنا تداخل بين هذا الواير وهذاك الواير. فهذا يكون تمام، هذا وصلنا. اتأكد انك توصل هذا الواير الى حائلة 2 مو الى 3. اوكي عفوا، لا انا الغلطان معليش، بيكون حذفني من هذا، بيكون الى 3. اوكي 2 بيكون موصل الى الكاباسيتور، اما 1 ما نحتاجها فجراوند، هذه عبارة عن صفر ريزيستنس، المقاومة تكون صفر، فبيكون هنا جراوند. نقدر نسوي ازاحة الى هذا شوي، طبعا مع الاستعمال بيكون سهل عليك، البرنامج بيكون اسهل. اوكي بنوصل، نقدر نجيب هذا لتحت شوية، نقدر نوصل بالأخضر 2 إلى R2، R2 إلى R. اوكي عفوا، نقدر نظلل هذولا ونجيبهم هنا، نقدر نخليهم شوية فوق كذا. اوكي اوكي طبعا بنوصل الريزيستر الى النيجاتيف بورت، الى نعمل النيجاتيف صحيح، انفرتنج امبليفاير. طبعا في عدة انواع للامبليفاير، احنا اللي نستعملها انفرتنج. هنا جراوند، دام ان احنا ما بنستعمل بوزيتيف فبيكون جراوند. اوكي ونفس الشيء الثاني هذا، بس قبل ما نستعمل الثاني هذا في حاجة، بنروح هنا زي ما رويتكم في الاسكيماتيك الاساسي، نرجع الى الاسكيماتيك. سكيماتيك بيكون الهاي باس، اذا نشوف في مني ريزيسترز وفي مني ريزيستر ثاني. طبعا هو بتلاحظوا ريزيستر واحد وهنا ريزيستر واحد، ليش تعملنا اثنين ريزيستر؟ لان احنا نحتاج المقاومة تكون 300، بس في الواقع ما عندنا مقاوم ذو قيمة 300 اوم، فبنستعمل اثنين ريزيستور بالتواصل ان سيريز يسموهم 150 و150، فمجموعهم بيكون 300، عشان كذا استعملنا اثنين ريزيستور بدل واحد. فنفس الشيء هنا بنحتاج اثنين ريزيستور، نروح هنا بعدين نقطتين على اليسار ريزيس او فقط ار، هذا هو ار، بنحتاج واحد بعد بنحتاج واحد ثاني. اوكي سوي لهم روتيشن ار ار. اوكي الان نقدر نوصلهم، تأكد ان هذا ضغطه هنا وضغطه هنا. في حاجة افضل، اوكي
بس بزيح هذا شوية علشان يكون أوضح عندنا. أوكي كذا تمام، بيكون هذا موصل للمخرج، نقدر نخلي كذا، نخلي شوية واضح. أوكي بيكون هذا المدخل، الصوت جاي من هذا عبر بوتنشيومتر كاباسيتور ريزيستور، بيكون موصل للنيجاتيف، وبعدين من النيجاتيف بورت يمر على هذول الريزيستورز إلى الأوتبوت، يعني من المدخل من هنا إلى المخرج. واضح الصورة؟ فهذا الحين احنا صار عندنا، طبعا شوي it looks weird، يعني ممكن نسويها بطريقة أفضل. لحظة، مو شرط تسوي هذه الخطوة، بس خلي يعني مرتب أكثر. اوكي ما ادري، ما احس في فرق واجد الصراحه، بس اتس اوكي. ف هذا صار عندنا الان هاي باس، الحين نفس الشيء الى اللو باس، بنحتاج نروح هنا ضغطتين على اليسار، بنحتاج ريزيستور 1، وأيضا بنحتاج ريزيستور ثاني، ريزيستور اوكي، وأيضا بنحتاج ريزيستور ثالث، هنا ريزيستور، هذا أيضا بنحتاج ريزيستور رابع. الريزيستور مثل ما خبرتكم يقاوم التيار الكهربائي. أول حاجة، أول كلاس الناس تتعلمه في الهندسة الكهربائية، كلاس من كلاسات الدارات الكهربائية، كلاس اسمه Electronic Circuits EE201. هذا عبارة عن كلاس يعلمك، أول حاجة بيعلمك فيها Ohm's Law، Voltage equals Current Time Resistance. الفولتس هو جهد الكهربائي، والكرنت التيار، أما الريزيستور هي المقاومة. فجهد الكهربائي يساوي التيار ضرب المقاومة، فهذا احنا اللي نستعمله الحين، المقاومة. أوكي فنروح هنا نسوي له روتيشن، اوكي خليني ازيحه شوية هنا على اليمين. اوكي نقدر نوصلهم الان، لو نوصلهم كذا يكون افضل، خليهم كذا. اوه بس احاول اخليهم طريقة مناسبة للتوصيل يعني. وبعدين هذيك ground، اوكي بنفس الطريقة اللي سويناها first، يعني من البداية جي هنا نوصل مدخل الى الريزيستور، نوصل الريزيستور بعض، بعدين الريزيستور الثاني يكون موصل للمخرج. اوكي الان بنستخدم كاباسيتر الى اللو باس، اذا نرجع للسكيماتيك يكون عندنا هنا ريزيستور وهنا كاباسيتر، فنستعمل كاباسيتر، ضغطه هنا ضغطتين على اليسار، راح هذا كاباسيتر، نجي هنا ار ار ار، نسوي له روتيشن مرة ثانية، تأكد ان واحد يكون جاي من اليسار، اثنين على اليمين، عشان هذا بيكون المدخل وهذا بيكون المخرج.